بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لازلنا في الكلام على الحديث الأول من الباب الذي عقده المصنف، قال: باب فضل الجماعة ووجوبها. وقلنا إن هذا الباب يحتوي على فضل الجماعة وعلى وجوب الجماعة وعلى الإذن للنساء بأن يرتدن المساجد وعلى السنن الرواتب، هذه كلها أحاديث في هذا الباب، وهي ستة أحاديث. الحديث الأول هو الذي كنا نتحدث عنه بالأمس، ولا زال الحديث فيه موصولا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وتكلمنا بالأمس عن حكمة هذا الدين في اجتماع المسلمين، بل حرص هذا الدين على أن يجتمع المسلمون، وشرع لهم مواسم ومطلوبات شرعية كلها حكمتها وغايتها أن يجتمع المسلمون اجتماع التآلف والتآخي والمودة والتعاون والبر، وإزالة كل ما قد يجلب السخائم أو يجلب الأحزان أو يجلب الفرقة أو يجلب ما تضيق به الصدور. وتكلمنا عن المظهر الأول عن صلاة الجماعة، وهي تكاد تكون هي الدائرة الصغيرة التي شرع ديننا أن تكون جامعة لأهل الحي، فالمسجد وغالب ديار المسلمين
أن مساجدهم في أحيائهم، وأنه يكاد يكون كل حي فيه مسجد ويجتمع أهله، وتصور أنهم يجتمعون 5 مرات، يعني ما 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 ماذا ينبغي أن تكون النتائج لمجتمع مسلم ملتزم بأحكام دينه يجتمع كل يوم 5 مرات على هذه الفريضة العجيبة؟ ناهيك بالآداب التي تسبق هذا الاجتماع، منها الوضوء وإحسان الوضوء ودعاء الوضوء، ثم المشي بسكينة ووقار، والخطوات محسوبة في رفع الدرجات وحط السيئات، ثم الدخول للمسجد والهدوء، ولا شك طبعا فيه تنافس ومسابقة ومسارعة للصف الأول والدنو من الإمام، لكن كل هذا بسكينة ووقار وهدوء. وحتى حينما ينتظمون في صفوفا خلف إمامهم ينتظمون بهدوء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف يقول استووا لينوا في أيدي إخوانكم، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهي اجتماعات مراد منها أن يجتمع المسلمون على المحبة وعلى الألفة، وأن يتفقد بعضهم بعضا، ويسأل بعضهم عن بعض، بهذه الروح الجماعية وهذه الروح الائتلافية. لا نطيل في هذا. يأتي بعد هذا الاجتماع الصغير، الدائرة الصغيرة، اجتماع الجمعة، وهي دائرة أكبر وأسبوعية، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عيد المسلمين في الأسبوع، فهي عيد بمعنى يجتمع فيها المسلمون ويبكرون، وأيضا لها مزيد آداب من حيث الاغتسال والتطيب والسواك ونحو ذلك من أشياء زائدة عن صلاة الجماعة، وإن كانت تنظف مطلوب الجميع لكنه يتأكد الجمعة. ولهذا قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويذهب بسكينة ولا يفرق بين الصفوف ولا يؤذي أو يؤذي بالتخطي الصفوف، ويجلس حيث ينتهي به الصف، ثم يصلي ما تيسر، ثم ينصت الإمام. وهذه قضية ليست سهلة، هذا التنظيم والترتيب حينما يكون كل جمعة يتقدم هذا خطيب الجمعة ويقدم ما يقدم من كلمات واعظة وتوجيهية وإرشادية، يجب وجوبا على الناس أن ينصتوا، والذي لا ينصت أو يلغو يأثم. ويعني حتى تنظر دقة التنظيمات الإسلامية. فمن هنا يأتي هذا الاجتماع الكبير، وغالبا إن كانت البلدة صغيرة يكفيهم جامع واحد، وإن كانت متسعة فإنه لا شك أنها يحتاجون إلى أكثر من جامع، لكن المقصود أنها يجتمع فيه أكثر من حي، ويكون فيها ما يكون من. وأيضا حتى طلب من الإمام أن لا يطيل. لاحظوا لما ألزم المصلون بالإنصات والسكوت والهدوء طلب من الإمام أن لا يطيل. لماذا؟ لأن السكوت الطويل ممل، فلما ألزموا ووجب عليهم الإنصات طلب من الإمام أن لا يطيل. ف
فالمقصود أن كل هذا ملاحظ فيه آداب الجماعة وآداب الاجتماع، سواء في الإنصات، سواء في النظافة، في التنظف، في الانتظام إلى آخره. الاجتماع الأكبر هو اجتماع العيد. العيد هذا يجمع البلد، وهو عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو أكبر بكبير من الجمعة كما هو معلوم. ولكن الحمد لله في هذا العام، في هذا العصر، اتسعت المدن جدا، يعني ما بحيث أنه لا يكاد يعني مصلى عيد أو جامع يتسع لأهل البلد كله. ولهذا أيضا لما احتاجوا عددوا مصليات العيد، وإلى الأصل أنه ما هي المصلى واحد يجمع أهل البلد كلهم، لكنه الآن تسعت بشكل كما تعلمون كبير جدا، لا يعني يتعذر جدا أن يجمعوا في مكان واحد. فالمقصود أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأكبر، وله آداب أكثر وأكبر، وفيه يعني آداب وأحكام، وهو اجتماع سنوي، اجتماع سنوي. إذا عندنا اجتماع يومي، اجتماع أسبوعي، واجتماع سنوي. هناك اجتماع أكبر وأكبر، وهو على مستوى الأمة كلها، على مستوى الأمة كلها، وهو اجتماع الحج، اجتماع الحج. وهذا يجمع الأمة، كل أمة، في عرصات المشاعر، في المسجد الحرام، وفي عرفة، وفي المزدلفة، وفي ميناء. وأوجبه الشرع مرة في العمر على المستطيع، مرة في العمر وجوبا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. وهذا الجمع الكبير يعني يجمع المسلمين كلهم بمختلف لغاتهم ودولهم وأجناسهم وألوانهم. إذن المقصود هو يعني المقصود أن ديننا فعلا يعني حريص جدا على اجتماع المسلمين وإبعادهم عن كل ما يفرقهم أو يجلب الشحناء لهم أو يجلب العداوة أو يجلب الفرقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظ، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الأمور الثلاثة كان واحد يكفي، لو قال اعتصموا بحبل الله يكفي في الدلالة على الاجتماع المطلوب، لكنه أتى اعتصموا ثم قال جميعا، ثم أتى بما يعبره الأصوليون المفهوم المخالف، لا تفرقوا. مع أن جميعا لا يعتصمون تدل على لا تفرقوا، لكن ما يدل على يعني حرص هذا الدين على 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 جمع كلمة المسلمين، لأنهم مسلمون بغض النظر عن لغاتهم وعن ألوانهم وعن ديارهم وعن تباعد أقطارهم. فالمقصود هو الاجتماع. فإذا يعني إذا كان كذلك يأتي هذا الفضل العظيم لصلاة الجماعة. فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. الفذ قلنا إنها معنى الفرد، الفذ هو الفرد، وهذا يقال رجل فذ بمعنى أنه منفرد، أو يقال فذ الرجل من أصحابه بمعنى انفرد، وتكاد تكون تقترب فذ من شذ لأنها فيها نوع من الانعزال. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا هو اللفظ الذي أورده المصنف، 27 درجة، وجاء 25 درجة. و 25 درجة كما يقول الترمذي
يقول عامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو 25 درجة، فهو أكثر من 27 درجة. وعلى كل حال كما يقول العلماء ليس هناك فرق، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وقيل إن تتفاوت بسبب على قدر حضور القلب واستكمال استيفاء الشروط، شروط الصلاة إلى آخره، لكن المقصود أنها متقاربة. صلاة ب27 درجة. التعبير بالدرجة كما يقول العلماء يدل على الارتفاع، الدرجة يدل على الارتفاع. ولهذا ابن الأثير يقول قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع. وهذا ملحظ دقيق، وإن كان بمعنى الجزء ومعنى إلى آخره، لكن لا، هو عبر بالدرجة لإيش؟ يعني إذكاء للتنافس. فعبارة ابن الأثير جميلة، قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع. فالدرجة توجه إلى فوق، فعبر بالدرجة. ومعنى سيأتي مع الحديث الثاني أنه التضعيف. فالمقصود في هذا كله أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ولا شك، لكنها تفيد أن صلاة الفرد صحيحة، أن من صلى منفرد أنه صحيح، لأن الكلام هو عن الفضل. فحينما يقول أفضل، هذا كما يقول صيغة مفاضلة، صيغة تفضيل، بمعنى أن المفضل عليه فيه فضل، أن المفضل عليه والفضل فيه فضل، لكن هذا أفضل. ولهذا استدل به على صحة صلاة الفرد. طبعا هذا ليس هذا الذي استدل به على وجوب الجماعة، سيأتي معنا الكلام على وجوب الجماعة، وجوب الجماعة سيأتي الكلام عليه. هذا لأن الشيخ قال باب فضل الجماعة ووجوبها، بمعنى أن عنده أمرين يتكلم عنهم الشيخ، يتكلم عن الفضل ويتكلم عن الوجوب، فالآن هو يتكلم عن الفضل، وسوف يأتي الكلام على أحاديث التي تدل على الوجوب. ولهذا لا يقال إنه حينما قال إن صلاة الجماعة أفضل من الفذ يدل على أن الفذ يعني بمعنى الفذ صحيح، لكن لا يستدل به على أن الجماعة ليست واجبة، لأنه قد حينما تقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ قد يقول قائل إذا ما دام أفضل يعني أي أنها ليست واجبة. لا، الوجوب مأخوذ من أدلة أخرى، الوجوب مأخوذ من أدلة أخرى، وسوف تأتي إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. أيضا هذا يدل على فضل الجماعة. وعظم ولا شك طبعا يا أخواني، لا تظنوا حينما تأتي مثل هذه الحديث ويستدل به على صحة صلاة الفرد، أن هذا تهوين من صلاة الجماعة، بل نكاد نقول أنه محروم بقطع النظر عن وجوب الجماعة، بقطع النظر عن وجوب صلاة الجماعة، يعني محروم أن 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 أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الفضل العظيم للجماعة ثم يتأخر ما يتأخر، مع ما سوف يأتي من بقية الحديث من عظم الفضل.
من حيث كل خطوة يرفع درجة ويحط سيا وملائكة تصلي عليه ولا يزال في صلاة في انتظار الصلاة. هذه حقيقة الذي يقصر فيها محروم، والله إن الذي يقصر فيها محروم. حينما يأتي هذا الفضل العظيم لصلاة الجماعة على هذا النحو، وهذا أولا الفرق بين الفرد 25 درجة أو 27 درجة، ثم يأتي كل خطوة ترفع بها درجة ويحط سيئة وتصلي على الملائكة، هذا عظيم. صلاة الملائكة المعلومة ما يقولون إن صلاة الملائكة أو دعاء الملائكة مجاب، يعني كان يقطع الإنسان بإجابة دعاء الملائكة. لماذا لا يتحرى المسلم المواطن التي تدعو فيها الملائكة؟ وسوف أشير بعد قليل إلى المواطن أو بعض المواطن التي تصلي فيها الملائكة على صاحبها أو تدعو له. المقصود أن 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 يعني المخذول والمحروم الذي لا ينظر إلا إلى أنه صلاة فرض جائزة وأن مجرد الجماعة أفضل، هذا حرمان أن تكون هذه الثواب العظيم ثم يتقاعس الإنسان. قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. إذن الصلاة في المسجد، طبعا لا شك أنه صلاة في الجماعة أي في المسجد. لماذا؟ لأنه جعل المقارنة في البيت وفي السوق، في بيته وفي سوقه. وأيضا العلماء قالوا أن قوله في بيته وفي سوقه قد يكون حتى صلى جماعة، حتى لو صلى جماعة في بيته أو جماعة في سوقه جماعة تختلف. لا يلزم أن قوله في بيته وسوق أنه منفرد، حتى ولو صلى جماعة في بيته وفي سوقه. حين في سوق الإنسان قد يصلي مع زملائه في السوق وفي الدكاكين أو في يتجمعون يصلون، لهم فضل جماعة، لكن ليست كجماعة المسجد. ولهذا قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، يعني سواء كان منفردا أو جماعة، وفي سوقه سواء كان منفردا أو جماعة 25 ضعفا. كما قلت هذا فضل عظيم، والذي يتقاعس عنه محروم، وهو قادر وغير معذور محروم، والله محروم، وخاصة على الثواب الذي سوف يذكره الحديث. قال: وذلك أنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أين جاء التضعيف وأين جاء الفضل للجماعة. قال: وذلك أنه، والعلماء يقول هذا من أساليب التعليل. الأصوليون حينما تكلموا عن القياس وتكلموا عن الفضل التعليل أو الفضل القياس ذكروا منها أن وذلك أن ولأن وإلى آخره على 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 الفاضل المعروفة وكي وإلى آخره. فقالوا: وذلك أنه، يعني تعليل من أين جاء الفضل للجماعة. أولا أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني كأن الإنسان لا يستوفي أجر الجماعة إلا بملاحظة هذه الأمور. أولها أن يتوضأ ويحسن الوضوء، بمعنى يسبغ الوضوء ويسمي كما يسبغ الوضوء ويتطهر ويكون الماء، يعني يحرص على الماء يكون طاهرا وأيضا من غير إسراف إلى آخره. فإحسان الوضوء يعني أن يجتهد في أن يأتي به على وجه الكمال، على وجه الكمال بتوضأ فأحسن الوضوء، يعني ليس وضوءا سريعا ولا وسواس، إنما يستوفي ويسبغ الوضوء. فالمطلوب المسلم أن 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 يكون وضوءه سابغا، بمعنى يستوفي الأعضاء على النحو
المعروف ومر معنا في كتاب الطهارة أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة. يا سلام، يعني يخرج وروحه ممتلئة إيمانا وممتلئة توجها إلى الله عز وجل، لأنه فعلا سيذهب إلى بيت الله وسوف يقف بين يدي الله. يعني استشعار هذا الفضل العظيم واستشعار هذا الروح. ولهذا تفاوت المسلمين في الأجور هو من هذا، يعني قد يقف مسلمان في الصف، هذا على عليين وهذا قد يكون ليس له من صلاته إلا ما عقل. فالاختلاف هو فعلا بحضور القلب كما مر معنا في الخشوع، وما خرج من بيته ما أخرجه إلا الصلاة. والصلاة طبعا أمر عبادي وأمر وقوف بين ذلك عز وجل. الصلاة كلها يعني حركاتها وسكونها وركوعها وسجودها وتسبيحها وأذكارها كلها ممتلئة، يعني مملوءة بمخاطبة الله عز وجل والوقوف بين يديه وسؤاله سبحانه وتعالى وتعظيمه، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. فقال ثم خرج المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة. تقرأ خطوة وخطوة بضم الخاء وبفتحها، وقيل إن خطوة وخطوة معناها واحد، وقيل لا، إن الخطوة هي المسافة بين القدمين، لما تمد بين القدمين هي خطوة، هي الخطوة. والخطوة هي المرة، وقيل أن معناها واحد، الأمر سهل. لكن على كل حال لا شك أن اللغة حينما يختلف ضبطها يختلف معناها. لغتنا العربية واسعة جدا ولكل يعني ضبط معناه. فخطوة تطلق على كما قلنا المسافة بين القدمين وهو يمشي، وتأتي بمعنى المرة، لكن خطوة هي اسم مرة، اسم مرة فعلة. فخطوة وخطوة وضبطت بالضبطين، خطوة وخطوة. فلم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. بمعنى، وهذا فضل عظيم وهو الراجح، أن بالخطوة الواحدة يرفع درجة ويحط سيئة. بعضهم قال لا، إنه يحط سيئة إذا كان عليه سيئة، والدرجة إذا كان ما ليس عليه سيئة. لا، فضل الله أوسع، فضل الله أوسع وأعظم. فإذا في الخطوة الواحدة يرفع درجة ويحط سيئة، يعني يحذف سلبي ويعطى إيجابي كله. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم عظيم، أن سيئاتك تطرح وحسناتك زاد، ولا يكون هذا الحساب. هذا فضل من الله عظيم، فضل من الله عظيم. ولهذا قلنا ان الذي لا يحرص على الجماعه انه محروم بقطع النظر عن وجوبه من عدمه، محروم بهذا الفضل العظيم. فلم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. من الذي يعني يسمع بهذا الأجر العظيم ثم يقصر؟ ولهذا لاحظ يعني أحيانا ضعف الإنسان، بعض الناس حالما يسلم ينطلق، بينما لو جلس الملائكة تستغفر له ما دام في مصلى، ما دام في مصلى. ولهذا مشايخنا يقولون اجلسوا، أفضل جلوسك في المسجد، أنت في صلاة والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلى، ما دام جالس الملائكة تستغفر. وأيضا من كرم الله عز وجل وفضل وجوده على أهل الإسلام أن جعل الملائكة تستغفر له، الذين
يحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريهم إنك أنت العزيز وقهم السيئات إلى آخره. هذا كله الملك تدعو دعاء شامل على الذرية وعلى الأهل وعلى النفس وعلى ودفع الدرجات شيء عظيم عظيم. يعني الإنسان محروم والله محروم. فالملائكة تدعو، بل حتى جاء في عينة تدعو لمن في الأرض كما في سورة الشورى تدعو لمن في الأرض يستغفر لمن في الأرض، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. طبعا في مصلى يعني في البقعة التي وفيها، لكن قال العلماء لا، لو أنه في المسجد انتقل من مكان إلى مكان فهو لا يزال في مصلى. يعني أحيانا قد تكون المكان غير مريح فتقوم لتتكئ على عمود أو تتكئ على متكأ أو مكان أنت أعددته يعني فيه لين ويريحك وتكون فيه أكثر، وانتقلت إليه داخل المسجد فأنت لا تزال في مصلاك، فأنت لا تزال في مصلاك. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. وقلنا يعني العلماء يقول ان دعاء الملائكه مجاب، فمن هو المحروم الذي لا يتعرض لمثل هذا؟ ان تدعو لك الملائكه تقول اغفر له وارحمه وصلي عليه. يعني الملائكه تطلب من ربها ان ربك يصلي عليك، وصلاة الله ثناؤه، صلاة الله على العبد ثناؤه، فأنت تتعرض لأن ربك يثني عليك، وإذا أثنى عليك ارتفعت إلى عليين. فضل عظيم، ولا ينبغي أبدا أن يتساهل في الإنسان. لا شك أن سيكون عنده أشغال وأعمال، لكن مهما كان قدر الإمكان ما دام أنه عنده فراغ فليجلس. لا نقول سيضيع أولاده ويضيع من يقوت ويضيع لا ويضيع أعماله ومسؤولياته، لا، هذه كلها فيها ثواب عظيم. لكن أقصد إذا كان عنده وقت وعنده فراغ فليجلس، إن كان بعد المغرب إن كان العشاء إن كان الظهر إن كان العصر حسب أوقاته يجلس. فكلما جلس هو على خير كثير. ثم قال في الحديث ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، أو ما زال الصلاة تحبسه. فأنت في صلاة ما انتظر الصلاة، أنت في صلاة جالس خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة انتظر الصلاة الأخرى، هذا كله فضل عظيم. أيضا أشير كما قلت كما وعدت أن الله عز وجل من فضله وكرمه أنه جعل الملائكة تستغفر وتصلي وتدعو للمؤمنين. وجاء في الحديث مواطن كثيرة تصلي فيها الملائكة، منها أنهم يصلون على معلمي الناس الخير. الملائكة تصلي على معلمي الناس الخير، وهذا شيء عظيم، باب واسع. سان معلمون المدارس، معلمون الذي أو المرشدون أو الوعاظ أو كل من علم الناس الخير فإن الملائكة تصلي عليه، وهذا شيء عظيم. كذلك تصلي على 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 كما هنا الذي في المسجد، الذي في المسجد ينتظر الجماعة الملائكة تصلي عليه كما هنا. أيضا الذين يصلون في الصف الأول الملائكة تصلي على أصحاب الصف الأول، ولهذا جاء على ساتي أيضا الحث على المسابقة إلى الصف الأول. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه. فينبغي المنافسة على المنافسة الصف الأول، فهو أفضل خير صف الرجال أولها، وكلما كان أقرب الإمام كان أفضل. والملائكة تصلي على الصف الأول
كذلك أيضا تصلي على الذين يسدون الفرج، فرج الصف. وهذا كما قلنا من آداب المسجد وآداب الجماعة أن تقترب الصفوف، وباقتراب الصفوف تقترب القلوب أبدا. وهذا أنتم تدركونه، كلما اقترب منك أخوك ووجدت ارتياحا هذا خير، وإن وجدت نفرة هذا لا. فلهذا ينبغي فعلا أن 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 نفرح وأن نأنس بقرب إخواننا منا. ولهذا قال لينوا في أيدي إخوانك، فلما يكون في فرجة ويقول لك أخوك اقترب اقترب، لا تظهر التبرم ولا وإن لم تتكلم لك حتى يعني، لأن التبرم قد يكون إلى حد ما قد لا يظهر، لكن لا ينبغي، ينبغي أن تكون لين وأن تكون فعلا تشعر في أو يعني توطن نفسك على أن تحب إخوانك. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فإذا بقدر ما تقترب بدنيا تقترب قلبيا. ولهذا العام وش يقولون، من كل من كان قريب من العين قريب من القلب، هذا صحيح. بين الوحيد أبعد نسيوه الناس، كيف موجود. ففعل الاقتراب والحضور يعني له أثره في تقارب القلوب. فإذا الملائكة يصلون على من؟ الذين يسدون الفرج. أيضا تصلي الملائكة على الذين يتسحرون، تصلي على المتسحرين. وأيضا يصلون على الذين يصلون على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد. فالذي يصلي على النبي تصلي عليه الملائكة. أيضا يصلون على الذين يعودون المرضى، الملائكة تصلي على الذي يعود، تدعو وتصلي على الذي يعود المرضى. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والكلام في هذا الحديث يطول. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.